الأستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ أمراض الذكورة والعقم طب القاهرة، متخصص في جراحات اعوجاج وقصر العضو الذكري وسرعة القذف وزرع دعامات للضعف الجنسي، متخصص في علاج حالات عقم الرجال وانعدام الحيوانات المنوية ودوال الخصية. الإثارة الجنسية في الذكور عملية معقدة بيشترك فيها الدماغ والهرمونات والمشاعر والأعصاب والعضلات والأوعية الدموية. وجود مشكلة في واحدة من العوامل دي بيسبب ضعف الانتصاب، وممكن يكون ضعف الانتصاب نتيجة لإجهاد أو مزيج من المشكلات الجسدية والنفسية. أما أهم عوامل الخطورة اللي بتسبب مشاكل في القدرة الجنسية للرجال فبتتمثل في الحالة المرضية زي مرض السكر وأمراض القلب أو التدخين اللي بيقلل تدفق الدم للأوردة والشرايين، وكمان زيادة الوزن، وأحياناً علاجات طبية معينة زي جراحة البروستاتا أو العلاج الإشعاعي، وأي إصابة ممكن تسبب تلف للأعصاب أو الشرايين اللي بتتحكم في الانتصاب، وبعض الأدوية زي مضادات الاكتئاب وعلاجات ارتفاع ضغط الدم وأمراض البروستاتا، وطبعاً تناول المخدرات والكحوليات، وأخيراً الحالة النفسية زي التوتر والقلق والاكتئاب. كل دي عوامل خطورة تنذر بمشاكل في القدرة الجنسية إذا توفر إحداها أوجب على المريض سرعة المبادرة بزيارة طبيب الذكورة. أهلا بكم. بالتأكيد مفيش حد بيفاجأ إنه المركب غرقت، محدش بيفاجأ فجأة إنه بقى في قاع المحيط، أكيد في مؤشرات أو تداعيات لكده. واحد ركب مركب، في ثقب حصل في المركب، في عطل حصل في مكنة المركب، في تسرب للماء بدأ يتواجد في المركب، في إهمال من العمال بتوع المركب، فالمركب بدأت تميل، تتعب، تغرق. كذلك صحة الرجل، مفيش حد بيصحى من النوم عاش حياته بشكل سليم، هيصحى من النوم عنده مشكلة صعبة، دي ما تجيش في الدماغ. لكن في مقدمات للغرق يا جماعة، للداونينج، لأن أنت يحصل لك سقوط في حياتك، سقوط في قدراتك، في مقدمات لكده. سمنة المفرطة، حضرتك عمال تاكل بنهم شديد جدا، كل ما يأتي أمامك ده جنون، مفيش داعي له، لازم تشوف لما تعالجه وتوقفه. حضرتك بتدخن بشراهة وبتدخن عموما، التدخين خطر جدا. حضرتك ما بتلعبش رياضة، مفيش رياضة. حضرتك متوتر باستمرار، حضرتك بتاخد أدوية من دماغك، مسكنات، ألم، بوظ الكلى، مش عارف، مخدرات خفيفة اللي يعني حاجة كده تقلل الصداع، مش عارف إيه، من دماغك، من صيدلة. أنت شغال دكتور بتشخص وصيدلي بتدي، شغال منظومة في حد ذاتها مع نفسك كده، ده خطر جدا. دي ثقوب كلها في السفينة بتاعت حضرتك، ما انت سفينة ماشية في الحياة، انت عمال تعمل ثقوب فيها وهتغرق في الآخر، هتغرق بصحتك اللي هتغرق. مفيش حد بيصحى من النوم مرة واحدة على المشكلة، هو في فترة ما مشي في عوامل كتيرة من الأخطاء، من الخطايا في حق نفسه قبل أي حاجة هي اللي وصلته للمشكلة. بس كل حاجة ليها حل إن شاء الله. عالم ذكورة أعطانا هذا الأمل بشكل كبير جدا، لكن في نقاط مهمة جدا في هذا العالم ومثيرة وتحتاج إلى تركيز شديد جدا. النهاردة يوم غير عادي، يوم مهم جدا، لأن إحنا النهاردة ضيفي واحد من قمم عالم ذكورة في الوطن العربي وفي مصر، اسم عالمي بمعنى الحرفي للكلمة بجد، اسم أنا بفتخر جدا بصداقته عبر سنوات طويلة، وبسعد جدا بمتابعته سواء الإنجازات العلمية الراقية جدا وأراءه العلمية النقدية كمان المميزة للغاية، وطبعا عشقه لعبد الوهاب أنا بشترك معاه فيه، وإن كنا ساعات نختلف على الأولويات، عبد الوهاب صوتا ولحنا ولا في ناس بتنافسه بليغ حمدي يعني في الألحان، لا هو عبد الوهاب طبعا يعني في بقى، لكن أكيد سعادة كبيرة جدا
انه ضيف اليوم هو القمه العلميه الكبيره، واحد من اساتذه يشار لهم بالبنان في عالم الذكوره، الاستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ امراض الذكوره والعقم وتاخر الانجاب بكليه الطب جامعه القاهره، وصاحب التخصص في جراحات اعوجاج وقصر العضو الذكري وسرعه القذف وزراعات، المتخصص في زراعات دعامات علاج الضعف الجنسي، المتخصص في علاجات حالات تاخر الانجاب للرجال وانعدام الحالات المنويه ودوال الخصيتين، الاسم الكبير، شرف كبير. اهلا بيك يا دكتور، جدا سعيد ان انت بتنور. الله يخليك، يعني يوم عيد بصراحه بالنسبه لي نفس الشعور والله. شرف كبير جدا. الله يخليك دكتور ايمن، سعيد دايما بوجودي معاك، دايما وجودك معنا اضافه هائله، وننتظر هذه الاضافه. والنهارده عندنا كم هائل من الاسئله في هذا العالم اللي بيغرق. الراجل امتى يروح لدكتور؟ امتى يحس ان السفينه بتاعته متصدعه؟ طبعا سؤال حضرتك مهم، والمقدمه الجميله اللي قلتها حلوه جدا. احنا اهم نقطه الراجل يبقى عارفها بعد الحلقه ديت، انه السفينه ديت في العلاقه الزوجيه مع زوجته، اهم نقطه ان دي حاجه طبيه زي ما حضرتك اشرت ليها، وزي ما الفيديو القيم ده اشار ليها، دي حاجه طبيه زيها زي لما عيني ضعيفه بروح اعمل نظاره، ازاي ده ملتهب لازم اعمل جراحه، دي مش حاجة ننتظر عليها، دي حاجة ارجنت ولازم نتعامل فيها مع واحد بس، هو الطبيب المتخصص في أمراض الذكورة، بعيدا عن الربط والسحر والتجاهل المشكلة والبعد عنها أو وصفات الأصدقاء. الطب والعلم هو الأساس، أي تغير في علاقته الزوجية سواء في الانتصاب أو في سرعة القذف أو في عدم تقبل زوجته أو في عدم تقبل زوجته، لازم يروح للدكتور فورا، مفيش أي استشارات قبل الدكتور. ما بين الطب البطنة والجراحة، في يمين عيادة البطنة، شمال حضرتك هتاخده على العملية، امتى ده وامتى ده؟ ده طبعا سؤال في غاية الأهمية. الضعف الجنسي أي حاجة مبكرا، وعشان كده برضو ده بيؤكد كلام حضرتك في المقدمة، إنه طول ما كنا لسه مبكرين الدواء هيبقى مفيد. الامتناع عن السجاير بدري، عدم زيادة الوزن، نقط اللي حضرتك قلتها كلها، كل دي لو لسه مبكرة. الوقاية من السكر، وحضرتك طبعا أستاذنا في الموضوع ده وعارف إن السكر يمكن الوقاية منه بالنظام الغذائي والرياضة، كل الحاجات دي بقى فيه لها دور للدواء. جالي المريض بقى للأسف، في معظم المرضى بيجوا في مراحل متأخرة من الحاجات دي، سكر بقاله فترة، ضغط مش متظبط، سكر مش متظبط، سجاير، سمنة، كل الحاجات دي لازم نلجأ للجراحة بقى، لأن دي اللي بتنقذ البيت. ما ينفعش إن أنا يعني لازم حتى يبقى الدكتور نفسه honest enough، أو يعني عنده من الضمير والأمانة انه يقول للمريض لا انت مش ما ينفعش الاقيه خد قرص معين اروح مغيره له بقرص تاني من شركه تانية عشان ابقى كتبت له الروشته وخلاص. انت المرحله بتاعتك ودي بتتعملها اشعه بتقول او الابيض واسود زي عادل امام كده، يا ابيض يا اسود. الاشعه بتقول انت ده عمليه وده دواء. اذا كانت الاشعه قالت ان لازم ضعف الجنس عمليه، يبقى لازم نعمل العمليه على طول، مفيش تردد خالص، ودي اللي بتنقذ بيوت كثيره من الخراب. ايه انواع الجراحات؟ الجراحات في نوعين، في جراحات للضعف الجنسي، ودي العمود الفقري بتاعها هي عمليه زرع دعامه، في ممكن تبقى دعامه مرنه او دعامه هيدروليكيه، هنقول الفرق بينهم، وفي جراحات حديثه بقى مستحدثه لعلاج سرعه القذف، وده عرض سيء جدا بيعاني منه كثير من الازواج، بيعانوا في صمت والزوجه بتعاني في صمت. ويمكن ده معاناه الزوجه فيه بتبقى اكتر، لان لما يكون في ضعف في الانتصاب الزوجه بتحس بتعاطف شويه ناحيه الزوج. سرعه القذف الزوج بيوصل لشهوته وهي لا، فبمرور الوقت بيبتدي حتى العلاقه بينهم تتاثر جدا، يعني بقدر ما يبقى فيه تعاطف في ضعف الانتصاب، بقدر ما يبقى فيه مرار وكره وعدم تقبل في سرعه القذف، بتحس ان في نوع من الانانيه. سرعه القذف الادويه بتجيب نتيجه في بعض الحالات، لكن برضه نقف عند النقطه، لو الادويه ما جابتش نتيجه، في جراحه بسيطه دلوقتي بناخد بعض الغرز بطريقه معينه في مناطق معينه وخلف الراس كده بتاعه العضو، دي بتقلل حساسيه الجلد في المنطقه ديت، وبنحقن بعض انواع الفيلر. العمليه دي بتاخد 5 دقائق، بتفرق كتير جدا في الناس اللي عندهم سرعه قذف، ودي من احدث العمليات، وطبعا
بيشرفني الحمد لله ان انا كنت من اوائل الناس اللي عملوها ومتسجله بره باسمي اللي هي عمليه العلاج الجراحي لسرعه القصف. يبقى في ضعف الانصاب عمليه الدعامه وعلاج سرعه القصف هو العلاج الجراحي ليها بتقليل حساسيه الجلد في مناطق معينه في العضو الذكري. هل ليها مضاعفات هذه الجراحات؟ لا، عمليه الدعامه اهم نقطه فيها لازم يكون الدكتور بيعملها كتير قوي، وحضرتك ادرى دايما عارف ان لازم في حاجه اللي بنسميها ليرنينج كيرف. لو لقيت نفسك في عمليه بتعملها عدد اقل معين عند عدد معين في السنه لازم تبطل تعملها. لازم تكون الدكتور ده بيعملها كتير وبقاله سنوات كتيره، مش مجرد ان انا اعرف التكنيك بتاعها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم السكر يكون متظبط قبلها، والتزم بتعقيم شديد جدا، لان اخطر مضاعف فيها اللي هي ان يحصل تلوث في الجرح بعد العمليه. يبقى عايزه خبره الدكتور، ونوعيه الدعامه طبعا تكون جيده. في نوع لازم يكون امريكي، نوع جيد قوي، وفي نفس الوقت لازم يكون في كنترول ان ما فيش السكر التراكمي ما يزيدش عن 7. بالنسبه لعمليه سرعه القصف لا، ما لهاش مضاعفات، لانها عمليه سطحيه في الجلد الخارجي بغرز معينه بتكنيك معين وفيلر، فدي تقريبا ما لهاش مضاعفات خالص. هل المرضى عندما تجرى لهم هذه النوعيه من الجراحات يكون عندهم حاله من الرضا بعد العمليه؟ ده سؤال طبعا في غايه الاهميه. بيكون عندهم حاله من الرضا جيده جدا، لانه بيكون قبلها اللي بنعمله العمليه دي غالبا بيكون قبلها لف عند دكاتره كتير، كتبوا له روشتات، ما كانش فيه امانه كافيه بحيث يقول له لا طالما انت خدت الدواء ده. هو على فكره ادويه الضعف الجنسي دي برضو رساله مهمه للناس، ادويه الضعف الجنسي الحديثه هي كلها جزء واحد يا جماعه. يعني ما ينفعش انت ما جاتش معاك الدواء ده لمده شهر او شهرين وخدته بالجرعه المظبوطه الدكتور كتبها، مش هينفع اي دواء تاني. يعني ما تضيعش وقتك خلاص، ما دام نوع ما جابش يبقى كل الانواع التانيه مش هتجيب، ولازم نلجا للجراحه. فبتكون طبعا النتيجه مرضيه جدا، انه بيكون يعني بقاله سنين من اللف والدوران في حاجات كتيره ما بتعملش اي نتيجه. هل اهتمام الرجل بمظهره ينعكس على صحته الجنسيه؟ جدا. ودي برضو رساله مهمه بشكر حضرتك عليها، وبشكر برنامج الهم ده، لانه زي ما بنقول دايما الموضوع من الطرفين. ما ينفعش الواحد يبقى قاعد اسف كرشه قد كده وما بيهتمش بنظافته الشخصيه او بمظهره، وطالب من مراته انها تبقى زي الفلانه اللبنانيه ولا فلانه مش عارف المطربه اللبنانيه والحاجات دي، ويقعدوا الجمله ويقعدوا يزنوها يا تنانيله في حظنا الهباب. هو بس لو شاف نفسه هم اللي يقولوا كده، المفروض هو نفس الحكايه. فاحنا لازم الموضوع يبقى باهتمام بالمظهر، بشعره وببشرته وبقوامه وبوزنه، هيحافظ على صحته الجنسيه وهيحافظ برضه على تقبل زوجته له، لان الزوجه برضه انسان زيها زيه، زي ما هو عاوزها تبقى على سنجه 10 زي ما بيقولوا، لازم هو برضه يبقى على سنجه 10. فده اتجاه جديد جدا في عالم الرجال، الاهتمام بالشعر والبشره والشكل وكل الحاجات ديت علشان يبقى في حياه زوجيه سالمه ومستقره. الراجل لازم يكون نجم سينمائي في حد ذاته. تمام. مش شرط يبقى نجم سينمائي، هو لا، هو نفسه يبقى نجم سينمائي. زي ما هو عاوز الزوجه تبقى نجمه، برضه هو يحاول بقدر الامكان يحافظ على اكله زي ما حضرتك بتقول تفضلت. طبعا يحافظ على اكله، يحافظ على مظهره، على نظافته الشخصيه، على شعره. الشعر زي ما هو تاج المرأة هو تاج الرجل برضه. دي نفس الفكرة يعني. ازاي الرجل يهتم بنفسه؟ يعني مثلا بالنسبة للشعر في نوعين منه. في نوع بيبقى عنده الصلع الوراثي، ده الحل الوحيد له هي زرع الشعر. وزرع الشعر دي ما بتتعملش بجراحة، فيها كمية من الأخطاء كتيرة قوي شائعة نصلحها بالمرة. هي مش جراحة وما فيهاش بنج وما فيهاش أوضة عمليات، بتعمل في العيادة الخارجية في العيادة. والحاجة الغريبة جدا اللي مش لاقيلها أي لغز غير قابل للفهم، إن الناس لازم تروح دولة معينة عشان تعمل زرع. نفسي أعرف إيه الصلة بين الدولة دي وزرع، إلا إذا كان دعاية بقى. الدولة دي شاطرة في الدعاية، جبابرة في الدعاية. يعني مصر جيب جبابرة، لأن مصر بتعمل فيها قلب مفتوح لأطفال عندهم 3 أيام في أبو الريش عندنا. 3 أيام بتعمل له قلب مفتوح، بيبقى الطفل قد كده. لكن البتاعة دي اللي هي لا جراحة ولا بنج ولا حاجه بتتعمل في العياده، واسهل من اي عمليه. يقول لك لا اذا مسافر الدوله الفلانيه دي عشان اعمل، يا عم ما بتعمل يروح يدفع له 1000 دولار و2000 دولار ولا 3000 دولار. لا اكتر من دلوقتي زادت كمان طبعا. ده انا يعني مش في الدنيا. لا ده وبعدين الدولار فين دلوقتي؟ والدولار فين عدى بحته ده. بس يقول لك اروح ازرع الشعر هناك، يا عم ما الزرع هنا. الدعايه فعلا دعايه جباره.
النوع الثاني اللي ما عندوش صلع وراثي ممكن طبعا محتاج حاجات معينه، وفي بدائل دلوقتي ماده المينوكسيديل الشهيره، في بدائل اكثر امانا بتنتجها شركه ماكرو زي اللوشن اسمه فيفيدول، ده فيه مواد مهمه جدا زي الكافيين وزي الحاجات الثانيه اللي هي بديله لماده المينوكسيديل، لان ماده المينوكسيديل كان عيبها ديبندنس ديبند تمام اول ما يبطل لازم اخدها من جديد فوريفر لازم يوقع الشعر كله مع الاهتمام طبعا ان يكونش فيه عنده قشر في راسه، الاهتمام ببشرته ما يتعرضش للشمس، برضو يستخدم سان بلوك، ولو فيه بقع او حاجه يستخدم لها كريم حلو قوي اسمه ليتاب، برضو ده من الكريمات الكويسه وبيحمي من الشمس وكل حاجه. يعني الرجل برضو لازم يبقى زيه زي المراه في الاهتمام بمظهره علشان برضو في النهايه حياتهم الزوجيه تكون سليمه. هل يعني تقسيم قسم حضرتك القسم كان جلديه وذكور؟ تمام. القصر العيني بتبقى جلديه وذكور. فصلوا في كتير من جامعات مش بس ابتدت الجامعات الثانيه. هل انت مع هذا الانقسام ولا يعني هو كان معاه في الاول كنوع من التخصص الزياده شويه بس بالنظره الجلوبال او النظره العامه اللي حضرتك مثلا قلتها في البرنامج النهارده، يستحسن لازم برضو الرجل يبقى كل ما اختص بصحه الرجل بما فيه المظهر كده. وبالتالي فالدكتور الذكوره لازم يبقى عارف في الامراض الجلديه كويس، هو لان هو ده نفس التخصص هو تخصص واحد. في امراض اللي هي المنقوله جنسيا دي احنا بننساها، ما هي دي الجلديه الهيربس الزهري دي كلها لها اعراض جلديه سيكشوال ترانسميت، فلازم يكون برضو دكتور الذكوره ملم بيها. الصلع ما هو راجل بيجي مثل. عنده مشكلتين مشكلة الصلع انواع وعنده ضعف فلازم يبقى نلم بالرجل وعشان يبقى فيه وعي عند الرجاله برضو ان هم يهتموا بمظهرهم ويهتموا بصحتهم وبشعرهم وبشرتهم زي ما بيطلبوا كده من زوجاتهم برضو يعني زي ما بتطلب من زوجتك كده لازم انت تحقق نفس الحكايه. الصلع انواعه وراثي وغير وراثي؟ في وراثي وفي غير وراثي. الغير وراثي بيبقى ناتج ممكن عن التهابات في فروه الراس، وجود قش، وجود صدفيه، وجود ثعلبه. الوراثي بقى بيبقى لازم يكون في تاريخ مرضي في الاسره، الاب او العم، وبيبقى له شكل معين بيجي من الجوانب من هنا ومن هنا، وبعدين يبتدوا يلحموا. عملية زرع الشعر بنهتم نعملها مبكر، ايوه زي الصورة كده، عملية زرع الشعر بنهتم نعملها مبكرا علشان الجزء الخلفي ده يكون لسه موجود كويس، لما بننقله قدام بيتنقل بالجين بتاعه اللي هو مش هيقع تاني، فده هيجيب نتيجة حلوة جدا، ومن غير ما يسافر ويدفع آلاف الدولارات في الدولة الغير شقيقة اللي بتروق يعني هم بيعملوا فعلا. أنا شفت يا باشا في فترة ما يعني بدأوا يبصوا لنا البرامج بتاعتنا أنا لاحظت حاجة انهم بيهتموا بالسياحة العلاجية بشكل رهيب بشكل فظيع جدا وعندهم قدرة صرف على ما يسمى بالبروباجندا الإعلانية. صح تمام، عشان كده عرفوا يعملوها كويس قوي وجايبين كاميرات سينما بيصوروا بيها المستشفيات. يا نهار ابيض، بيصوروا بكاميرا سينما بكاميرا سينما واضاءات عامله ازاي. انا شفت بقى المنظر ده مبهره، ومخرجين على اعلى مستوى عشان يصور مستشفيات احنا عندنا هنا اقوى منها 100 مره بس ما بنصورش ولو ما بنصور بنصور بالموبايلات. يعني والله 90% من المرضى، هو انت بتعمل زرع شعر هنا يا عم؟ والله بتتعمل عادي خالص، مش بتتعمل في لا ما بتتعملش ومعظم الناس بتعملها هنا بس ما بيقولوش ايه احنا دلوقتي هنعالج سقوط الشعر بقى يعني هنعالج حاجه الشعر نفسه ممكن تكون توتر والاخر ممكن نضيف حاجات معينه طبعا في حاله الثعلبه مثلا لازم نضيف هنا بقى حاجه من حاجات بتاثر في المناعه، لان الثعلبه دي مرض مناعي اصلا. الجسم بيحصل له اضطراب في المناعه لا زياده ولا نقص. حضرتك طبعا اضرب الحاجات دي في السكر والغده الدرقيه، انه الجسم يبتدي يهاجم الخلايا بتاعته هو شخصيا، وبالتالي بيهاجم بصيلات الشعر، فهنا لازم علاج مناعي. وفي دلوقتي علاج بيولوجي كمان حديث حلو جدا وبقى موجود في مصر الحمد لله، ممكن يغنينا عن استخدام الكورتيزون. ساعات بنستخدم كورتيزون في جرعات معينه وساعات ما بنستخدمش الكورتيزون، بس الحاجه المفروض الناس تعرفها برضو ان الثعلبه دي لازم علاج طبي يا جماعه. التوم بقى او الحلاق اللي يشرطها لك بالتوم والبتاع دي بتقلبها لحاجه بقى بنسميها حضرتك عارفها اللي هي سكارينج اربيش، اللي هي لا يمكن هيطلع منه الشعر تاني. فالثعلبه لازم نروح للطبيب من البدايه على طول، وما نجربش وما فيش وصفات ولا تجارب في التعامل مع الشعر ولا البشره.
خالص. ليه طب مثلا حاجه ليه طب ده كريم مهم جدا، في مواد مهمه طبيعيه، في ماده كانت زمان بتستخدم مش موجوده الحمد لله في الليطب، لان الماده دي لها بعض الاثار السيئه على البشره على المدى البعيد. المواد بتاعته طبيعيه وفعاله جدا، ويستخدم الصبح وبالليل، بيشيل اثر البقع بعد المصيف كمان، بعد حرق مثلا، اي حاجه الجلد، بعد حب الشباب ما بيروح، كل الحاجات ديت مختص بكل الحالات ديت من غير ما نحتاج لجلسات ليزر او تقشير او كده. حلو قوي. الراجل في مصر ليه وحيد حامد الله يرحمه كتب فيلم النوم في العسل، جميل جدا، فجاه في حته معينه جزء معين لقى جزء من الرجاله بيروحوا ليه الدجال اللي كان الصبي بتاعه واقف على باب الدجال وعمال يقول كل اللي جه هنا مجبور رجع منصور، كل اللي جه هنا خاسر رجع في حاجه كده، يعني جمله نغميه كده. وعادل امام ده راح في حته تانيه كمان اداله قرطاس، قال له انا عايز اربع قراطيس، قال له لا انت كفايه واحد عشان متجوز اربعه، يعني قال له خد قرطاس واحد بوس بيه. تمام. الدجل والشعوذه للاسف، اولا الدعايه، الحاجه التانيه كمان دي الناس بتحب قوي الحاجات، الدكتور عيبه مش عيبه، يعني الدكتور عيبه بالنسبه للناس يعني انه دقيق، بيقول للعيان انت عاوز جراحه، والعيان مش عاوز جراحه، يقول لك لا انا ما بحبش العمليات على اساس ان الناس بتحب العمليات، يعني لا انا مش عارف ايه. انما التاني ده بيجي له من اسهل حاجه، يقول له ده انا هفك لك المربوط، انا هعمل لك عمل، ده انا مش عارف، خد اشرب الميه دي، خد حاجات سهله جدا، وبيتخيل ان هو بس بتكون النتيجه ان هو بيأخر المأساة بتاعته، وبيثبت ان هو عنده حاجه مربوط فيها وبتاع، فكده اتاكد خلاص ان هو مش هيخف خالص. زائد انه في حاجه اهم، الحاجات اللي بتعمل ضعف جنسي اصلا دي امراض خطيره، حضرتك عارف السكر، الضغط، الكوليسترول، التدخين. طب ده انت كده بتاخر انك انت، انا عاوزك مش عشان الضعف الجنسي بس، انا عايزك تروح الدكتور ايمن تظبط سكرك حتى على الاقل عشان صحتك. الموضوع ما بقاش مجرد ضعف جنسي، فالدجال او النصاب او المشعوذ او بتاع الربط والسحر والكلام الفاضي ده والجن والعفاريت والحاجات ديت، كل الحاجات دي بتأخرك مش بس في حياتك الزوجية، بتأخر صحتك أصلا، فدي مصيبة تانية. يعني يا ريت بقى يبقى عندنا الوعي. يعني هل الموسيقى لازم أن أسألك طبعاً سؤال طبعاً ده طبعاً تلعب دور في تأثر أو تأثير على صحة الرجل وعلى مزاجه في بالفعل؟ تمام تمام، الموسيقى فعلا دي غذاء روح، وثبتت علمين في كل حاجة، حتى الجنين في بطن مامته بيتأثر بالموسيقى، يعني ولقوا فعلا اتعملت دراسات ان الجنين في بطن مامته يتأثر بالموسيقى، بس الموسيقى اللي هي بقى عبد الوهاب والصنباطي وباليك. لكن دلوقتي مجموعه من ايقاعات زي الزار، الزار ده بقى حاجه جنان خالص. اللي هو حتى لو تفتكر زمان حضرتك الزار كان دايما ايقاعات كده ونشاز عليها من كتر التوتر عليها ويقعدوا يتجننوا كده ويقعوا من طولهم. الموسيقى اللي هي بترك عليها التعريف العلمي للموسيقى، يعني دلوقتي مثلا حد يقول لك لا اصل كل واحد له ذوق، عبد الوهاب وبليغ والصنباطي ايوه له ذوقه، انك انت بتفضل عبد الوهاب عن الصنباطي مثلا، ده ذوق احترمه. تقول انت الصنباطي شرقي قوي، عبد الوهاب شرقي مع غربي، ده ذوق انا احترم، لكن لازم يكون تعريف فن اصلا. لكن تقول لي مثلا عبد الوهاب او الصنباطي مع مهرجانات، لا ده ما ينطبقش عليه التعريف العلمي للفن عشان تقول لي ذوقك. فهي دي النقطه، لازم تكون فعلا موسيقى فعلا علميا بتحسن الحاله النفسيه وبتحسن المود. حضرتك جرب اسمع مقدمه انت عمرك مهما كنت متضايق، اقفل على نفسك كده وشغل التكييف وغمض عينيك واسمع مقدمه انت عمرك، وحضرتك سمعتها اكيد مثلا مليون مره. كل مره الواحد بيسمع مقدمه انت عمرك بتاعت عبد الوهاب دي يقول لا المره دي بقى مش هنبهر بيها، لا تنبهر. كل مره تنبهر بيها وتلاقيك ان انت عشت وحسيت لو كنت متضايق بتخف. يعني الفن الجميل له دور مهم جدا، له دور مهم جدا ولازم يكون ينطبق عليه تعريف الفن هنا. مش أذواق، لازم يكون فن الاول بعدين نبتدي نتكلم عن الذوق. انت حر في ذوقك. لان انا هقول حاجه برضو، ده طبقا لذوقي. الموسيقى مش حكر بس،
على هذا الجيل من العظماء. طبعا دول مستوى عالي جدا. لكن احنا شفنا طبعا موسيقيين, شفنا عمر خيرت جه بعدهم, شفنا عمر خيرت, شفنا عمار الشريعي, وعمار الشريعي وحميد الشعيري, وحميد الشعيري يعني طبعاً. ناس واحمد منيب, احنا بنتكلم عن ناس جم بعد عبد الوهاب ب50 سنه يعني برضه فنانين وفنانين ده فن صحيح يختلفوا عن لكن فن عظيم, فن رائع. يعني ممكن مثلا اقول افضل الشريعي عن عمر خيرت, بس الاثنين فنانين. والاثنين جم عمر خيرت بدا اساسا يعني بالاضافه للاعمال العبقريه بتاعته كان له شرايط ايام بقى مخضرم شويه اسمها الوهابيات, واحد وهابيات كان موزع عبد الوهاب. يعني الفنان الجديد ده بيبقى فاهم قيمه الفنان القديم برضه. انت نورت وابدعت. الله يخليك يا دكتور, والحوار معك دائما ممتع متعه كبيره. أنا طبعا انا اللي بستمتع اكتر, القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير اللي بنفتخر بيه في الوسط الطبي والوسط الفكري طبعا, الاستاذ دكتور حامد عبد الله حامد, استاذ امراض الذكوره وعلاج تاخر الانجاب عند ذكور بكليه الطب جامعه القاهره, والمتخصص في جراحات اعوجاج وقصر العضو الذكري وسرعه القذف وزراعه الدعامات التي تعالج الضعف الجنسي وعلاج تاخر الانجاب للرجال وانعدام الحياه المنويه ودواء الخصتين. الحقيقه ننتظر الزياره القادمه كمان. انا اللي منتظر والله. اشياء مهمه جدا, اعوجاج, قصر عضو ذكري, الحاجات دي عايزين نتكلم فيها بالتفصيل. نورتنا. ده نورك يا دكتور. خليكم دايما مع الناس الحلوه.